طبق الكشري اللي ما بيختلفش على اتنين، تعالوا نعمله بانجز طريقه ممكن تعملوه كده في السريع جدا وبكل الاضافات اللي ممكن تزودوها. اول حاجه في زيت غزير هحمر بصل، انا مقلبه البصل في معلقتين كبار من النشا، دول 3 بصلات وسط، هقلبهم واقليهم في الزيت، ولما يخرج وياخد لون حلو هخرجه على مصفى عشان يفضل كريسبي. هحمر في شويه من زيت البصل الشعريه بتاعتي لحد ما تاخد لون حلو، ازود لها الرز والعدس والبهارات والميه، وهغطي عليها لحد ما تستوي، وفي الوقت ده هنعمل كل حاجه ثانيه. هسلق الباستا نوع ورا نوع كده وحضرهم معايا، وعشان احضر صلصة الكشري هشوح التوم في شوية من زيت البصل وطفيها بالخل ومعجون الطماطم، وزود بعد كده عصير الطماطم وشوية مية ورشة ملح وفلفل اسود، وهغطي عليها كده تتسبك. علشان احضر الدقة بقى هشوح برضو في زيت البصل معلقة كبيرة من التوم، وهزود عليها حوالي ربع كوباية من الخل وكوباية لربع كده من المية، وتاخد غلوة وبتبقى جاهزة معايا. علشان احضر زيت الشطه هحتاج معلقتين كبار من زيت البصل، وزودت عليهم معجون الطماطم والثوم والخل وطبعا الشطه الباودر. ومن التركات الحلوه جدا ان احنا ندي تقليبه للمكرونه بعد ما نصفيها في معلقتين من زيت البصل ومعلقه دقه بقى، وشوفوا قوام الصلصه الخطير. رصوا الطبق زي ما انتوا هتحبوا بقى، وزودوا في الحاجه اللي تحبوها اكتر، زودوا دقه كتير علشان طعمها بيبقى تحفه. وبالف هنا تقريبا المعالي دي من اكتر الحلويات السهله اللي بتتعمل بسرعه ومناسبه لكل الاوقات، وجد طعمها تحفه، سهل كده نجدد ونفنن فيها ونضيف لها شويه حاجات. اول واهم حاجه احنا محتاجينها وهي عجينه الملفيه، ودي مهمه جدا عشان في ناس بتستبدلها بالرقاق او الجلاش المحمص، بس انا جربته ما عجبنيش ودي انسب طريقه. فالملفيه ده بيتباع عند الكنفاني اللي هو الناس اللي بتبيع الكنافه والحلويات والحاجات دي، وبس كده يعني الموضوع سهل قوي. بنملى الطواجن بس مش بنملاها لحد اخرها عشان لسه بنسقيها باللبن وبتكتر. معايا بقى كيلو ونص من الحليب او اللبن السخن، هضيف له كوبايه ونص من السكر، رشه كده من الفانيليا صغيره، وربع كده المعلقه قرفه لو بتحبوها، لو مش بتحبوها ممكن تستغنوا عنها خالص. هدوب بقى كل الحاجات دي في اللبن، بعد كده هسقي الطواجن بتاعتي. هنسقي باللبن لحد ما يغطي الملفيه كده بالشكل ده، ممكن تحطوا مكسرات في النص لو عاوزين، بس انا مش بحبها احطها في الاخر. على الوش بقى شويه من القشطه البلدي او ممكن كمان كريم شانتيه، وهدخلها الفرن في الرفل في النص تحت الشوايه، بس هتقعد لحد ما الوش كده يحمر. رشيت شويه جوز هند كده ومكسراتها على الوش. التاني ده بقى حبيت افنن فيه، حطيت ايس كريم وصوص كراميل او ممكن كمان صوص شوكليت، وبجد كان طعمه ده احلى واحد. اتمنى بجد تجربوه وتقولوا لي رايكم، وبالهنا والشفا مقدما.